خلينا نروح بقى لروني. روني طبعا اهم لاعب الفريق، نجم الفريق طبعا، طبعا نجم الفريق مع مونينو مع لويس ادريانو. ولعب يا كابتن اسلام اعتقد مساله وقت عشان نشوفه في احد الانديه في اوروبا، لان بنتكلم على لاعب 20 سنه وبيعمل هذا الاداء ومسجل مع الفريق في الليبرتادورس 5 اهداف، طبعا يعني رقم جيد جدا 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 بالنسبه للاعب صغير في السن بيلعب في بطوله قاريه، وصنع كمان 8 اهداف، وفعلا لعيب مميز قوي في تسديداته، يعني مجرد بس انه بيلاقي فرصه للتصويب على طول بيشوط في الزاويه البعيده، وبيشوط ما بيشوطش ار2، بيشوط سترايك شوت، يعني بيشوط تسديده قويه، وواضح جدا جدا تسديداته جيده، وعشان كده الرقم عنده ما بين كل 24 تسديده بيشوطها منهم 10 على المرمى، ده طبعا ده رقم مميز جدا. التمريرات بالنسبه له ربما تكون قليله شويه 76%، ولكن وضعا في الاعتبار طبعا احنا بنتكلم على لعيب جناح، اكتر مهارتين مطلوبه منه مهاره الدريبلينج، انك تاخد الكوره وتسيطر عليها وانت بتجري، وطبعا مهاره التهديف. المراوغات برضو لعيب حريف، ما بين كل 58 مراوغه بيحاول يعملها بينجح في 29 مراوغه، وده طبعا رقم يفوق تاني ال 50%، وعمل ثرو باسز 12 مره في بطوله قاريه، رقم برضو مميز جدا لواحد من اهم لعيبه بالميراس وهو روني. طيب خلينا نروح للارقام للاعب اخر وهو ماتياس فينا. ماتياس فينا الظهير الايسر، واحد اللي هو من اورجواي، باك شمال مميز قوي قوي قوي، مميز ان هو دفاعيا كويس وهجوميا كويس. هو من الاورجواي، عنده 23 سنه، عامل لعب كام ماتش من ال 13 في البطوله؟ 12 مباراه، مسجل هدفين وعنده 3 اسيست. ايوه يعني هو يعتبر علي معلول بتاعهم ماتياس فينا، لانه عامل 3 اسيست ومسجل هدفين، عنده مساهم في 5 اهداف في ال 12 مباراه، يعني هو مش مجرد بس باك شمال، عامل 10 محاولات على المرمى منهم 5 صح، التمريرات الصحيحه 309 يعني 400 تمريره، المراوغات مميز في المراوغات برضو، والتمريرات البينيه عامل 9 تمريرات بينيه، عامل بقى كام عرضيه؟ 26 عرضيه في 12 مباراه، دي الدور الهجومي بتاعه، يبقى هو بيصنع اهداف، بيسجل اهداف، بيعمل تمريرات بينيه، بيعمل عرضيات، ده على المستوى الدور الهجومي. نيجي للدور الدفاعي، هنلاقيه قطع الكره كم مره؟ التمريره قطع التمريرات 84 تمريره في 12 ماتش، واستخلص الكره 65 مره في 12 ماتش، ارقام دفاعيه ممتازه، حتى على مستوى الالتحامات هو فاز ب 30 التحام من 48 التحام. اذا ماتياس فينا واحد برده من نجوم الفرقه في البطوله، يعني مميز جدا على المستوى الدفاعي ومميز على المستوى الهجومي. طيب خلينا نروح لجوستافو جوميز كريم. نعم جوستافو جوميز طبعا واحد من مدافعين نادي بالميراس المميزين، واللي شاركوا في كل مباريات بالميراس في الليبرتادوريس، ومدافع طويل وقوي جدا 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 في الالتحامات الهوائيه. بنتكلم على لعيب طوله 185 سنتي وبالتالي لعيب طويل، طبعا عنده 27 سنه من باراجواي، لعب 13 مباراه زي ما قلت، احرز هدفين، ورقم انا بشوفه جيد بالنسبه للمدافع، صنع اهداف طبعا مره واحده، وطبعا ده رقم مقبول من مساك، والتمريرات الصحيحه عنده طبعا 88%، ولكن اكيد يا كابتن اسلام طول ما احنا بنتكلم على فريق بيعمل البيلدنج اب من عند الحارس اكيد بنلاقي ان الاثنين مساكين من اعلى اللعيبه اللي موجوده، طبعا ده طبيعي طبعا. لكن اكيد طبعا لو الرقم ده بالنسبه للاعب خط وسط مدافع او لاعب خط وسط رقم 8 اكيد كان هيبقى رقم افضل بكتير. التحامات الهوائيه زي ما قلت من كل 83 التحام هوائي بياخد 57 منه، ده رقم جيد جدا بالنسبه للاعب مدافع. استخلص الكره 99 مره منهم 8 مرات في ملعب الخصم، وقطع التمريرات 78 مره، وكلها ارقام جيده. دي خريطه لتمركزه وارقامه طبعًا. يعني بنحلل هذه الارقام من خلال هذه الخريطه، ولكن بس عايز اقول ان الارقام برضو احنا بنشرحها لساده المشاهدين، الارقام الفرديه جيده جدا، ولكن واحده من اكبر نقاط ضعف نادي بالميراس هي الكرات العرضية، سواء الكرات العرضية المتحركة أو الكرات العرضية من الكرات الثابتة. طيب خلينا بقى نروح لحارس المرمى ويفرتون، حارس مرمى نادي بالميرس، واحد من نجوم الفرقة، واللي اتفرج عليه في المباراة الأولى كان ليه 3 سيفز، يعني بسرعة رد فعل، عنده سرعة رد فعل عالية قوي، هو اللي شايل التمركز الخاطئ. أول واحدة كانت اللي هي ضربة الرأس اللي جت من اليمين، خزعبلية مش عارف ايه، معايا بإيد واحدة كابتن، بإيد واحدة دي شالها، رد فعله عالي قوي، عنده 33 سنة، خبرة كبيرة، طوله 1.89 متر، لعب في الكوبا أمريكا 13 مباراة،
لعب 13 مباراة، دخل مرمى 6 أهداف. نعم. شباك نظيفة كم ماتش؟ 8 مرات أو 8 مباريات من 13 مباراة. 8 مباريات من 13 مباراة، ده رقم كويس جدا. هيتعبنا. وتصدى تصدى ل 43 تسديدة من 48، هو واحد من نجوم الفرقة بصراحة. وكابتن الفريق. وكابتن الفريق. طيب. هو لا الكابتن جوستافو جوميز. قدامي إيه الصورة اللي قدامي؟ قلب الدفاع. فقلت طيب.